اطحني شوية حمص ناشف وخليه بودرة chickpeas. Make sure it's totally powder زي ما انت شايفة كده. خدي منه شوية معلقتين تلاتة على حسب ما انت تحبي. انا محتاجة تلاتة. اوكي ladies and gentlemen come over here. rose water على الحمص. ادمجي الحمص مع ماء الزهر الاول. دي اول مرحلة. لحد لما تحسي ان الحمص بتاعك شرب مية الزهر او مية الورد. يس. حاولي تتأكدي انه اصبح متجانس ومفهوش كلاكيع. chickpeas من المبيضات بتاعة الصالونات. وكان زمان في صالونات بتقول وبتكتب في الكومنت في صفحة كبيرة انها بتستعمل ماسكات ابي لندن ووكر. واعترفوا في الكومنت ان هما بيشوفوا منها نتيجة حلوة. ومن خبيرة التجميل العالمية من لندن بقول لكم ماسك الترمس مع ماء الورد لوحده ده دلوقتي اساسي في حياة الصالونات. مكونات بسيطة في كل بيت. انزلي بالجبنة. Any cheese, any type of cheese, doesn't matter. لافاش كريم ممكن. Room temperature. Room temperature. يعني ايه؟ يعني تكون بدرجة حرارة الغرفة عشان تتهرس بسهولة وما تتعبكيش. انزلي بالجبنة. وزي ما بتأكلي بقك بتأكلي وشك. Let's feed our face guys. Do the cheese with the rest of the ingredients. ادمجي الجبنة بتاعتك مع الترمس. علشان انا دلوقتي هقولك الخطوة اللي جاية هتكون ايه. او الحمص لو حابة ترمس او حمص. بس انا بحب الحمص مع الخلطة دي. استعمليها بترمس انت حر. اخترعي. انت حرة. انا اديتك المفتاح. افتحي الباب وخش. اقلعي بابا توز وعيشي. ميكس the cheese مع الحمص الناشف المطحون. وتأكدي انه totally mixed. Here we go. طبعا مش عارفة اقراكو لانه التليفون بعيد جدا عني. والايباد ميت بس هقراكوا بعد ما اخلص. حاضر. Now here we go. على فكرة انا يعني الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هحاول ان انا اقفل كل الكومنت على اليوتيوب. خلاص. سامحوني معلش. عنديش وقت ارد على الاشكال اللي بتكتب جوه. شايفين الخليط بتاعه اصبح كريمي ازاي. Here we go. تشيز ابتدت تندمج معاها بالشكل ده. Now, الجبنة بتعمل حماية كريمي للبشرة. تفتيح البشرة مع الجبنة لازم معجون الأسنان عشان اخد خلطة تديني نتيجة صح. معلقة شاي من معجون الأسنان فوق الوصفاية بتاعتك. Here we go. الحمص الناشف المطحون هيديكي تبييض رهيب. بس بالطريقة دي هيديكي تبييض اكتر. المعجون الساحر الأخاص ده
هنحتاج منك شعرة من البيكربونات الصوديوم او اللي هي بيكربوناته او بيكنج باودر شعرة. وفي ناس جهلة كتبوا في الكومنت على اليوتيوب ان البيكربوناته بتحرق الوش. ياس، لانك اكيد حطيتي كتير. زائد انا لما بحط بيكربوناته بيكون في معادلة مع البيكربوناته، يا اما رز يا اما بطاطس يا اما جبنة يا اما حاجة تظبط العملية بتاعتي من ان هي تعمل لك ايتشي في وشك، تخليكي تهرشي في وشك. ها؟ So, شعرة من البيكربونات الصوديوم او البيكربوناتو اهي، لانها هتديني نتيجة فعلا فعالة. على بوز معلقة الشاي، انتي نظرك ضعيف ما بتشوفيش اهو، على بوز معلقة الشاي اهي، في كف ايدي ما كملتش نص معلقة شاي، هنزل بيها هنا ويمكن اخد نصها كمان عشان اقدر اخد التبييض والتفتيح للاماكن الغامقة. Now let's make it work guys together. ماسك تبييض وتفتيح من الخلطة الرهيبة اللي عملتها من 3 سنين واعتمدت في صالونات مصر وبالأخص صالون في المنصورة وصالون تاني في طنطا. 2 بيوتي سنتر شغالين بوصفاتي. فده ماسك من الماسكات اللي هم أخدوه وجربوه وأنا عملته لكم قبل كده على قناتي الكبيرة وعلى صفحتي القديمة من 3 سنين. وادي الماسك الفعال اهو اهو. يوضع على البشرة وتعملي له مساج. يعني ايه؟ يعني دائري، حركة دائرية عشان جسمك يشربه وتسيبيه يجف شوية شوية شوية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ومساج. يا كئيبة يا بنت الكئيبة، يا نكدية يا بنت النكدية، احترمي انت سنك. يا اتي مش عاجبك سني، انا بعشق سني عشان سني كله نضوج، كله حيوية، كله نشاط. انما انتي بتشري كآبة. ياس، بتشري كآبة. بريحه وبعمل مساج، اهزقها واعمل مساج. ياس. ماسك الصالونات امامكم، تسيبيه حتى يجف وتفركيه من على البشرة وتشطفيه بماء فاتر. كريم حمام من زبالة البامية حطيته على شعري. ماسك تفتيح وتبييض يجنن من بذور الشيا. اغسل وشي من الميك اب دلوقتي واقعد كده اهو مع روحانياتي واحط المسائل دي. احط ده بعد ساعة وده بعد ساعة لحد اخر اليوم الاقي ان وشي بيلعلط. عروسة عيشي، عروسة عيشي، لو عروسة عيشي، مش عروسة برضو عيشي، ما تزغلول عيش، هجمك مرض عيش، عندك اعداء بيهزقونك عيشي، عندك ناس مزبلة بيخشوا يصبوا عليكي خميرة عكننة عيشي. قومي اهتمي بروحك، اعملي من زبالة البامية حمام كريم. عيشي، حبي الحياة، طز في اي حد، طز في اي بشر ينكد عليكي. عيشي، انا بطلع عشان اقولك افصلي اند عيشي، بخدمك واديكي مفاتيح بسيطة. عيشي عيشي.
ما يهمكيش. عيشي ما يهمكيش. صوابعي فتحت، صوابعي اللي بعمل بيها مساج على ايدي فتحت. ايدي فتحت من ثواني، ايدي اللي بعمل عليها المساج ما كملش ثواني فتحت. فما بالك لو حطيتي الوصفاية التانية بقى وقلتي لي ايه رأيك. ادي اهو، اعتقد ان هو عايز شوية. لا ده عايز شوية، عايز شوية. قلت لكم ان لما بيرتاح بيحتاج، فاكره؟ يس. ناو ميكست اب. بذور الشيا نزلت جيلاتين تخنته، فكل لما تحسي انه تخين ازقيه عشان ينظبط زي ما انا هظبطهم كده اهي كده اهو. بيتظبط لما بتسقيه، كل لما بتسقي الماسك بتاعك بيتظبط يا وكل لما بتغطي البشرة بتاعتك كلها بيه بيبيض، والله العظيم بيبيض. ساحرة رهيبة الخلطة دي. واغسل ايدي. واصبحت بايد وايد من كتر التكرار في الحاجات الفعالة اللي بعملها لناس جميلة بحبها، نورتوني وشرفتوني. الماسك بتاع الترمس اهو امامكم بعد لما بيرتاح. Here we go. The creamy mask. مش قادرة استنى، عايزة اقفل عشان اغسل وشي من التراب بتاع النهاردة وانا برا، واشيل الحاجات اللي على وشي واروح حاطة الماسك ده. ماسك على شعرك تقدري تحطي عليه كيس او بونيه بلاستيك وتسرحي شعرك بالحمام الكريم اللي بالبامية. انا كده عداني لعيب وازح عند دلد الرجلي. هقراكو يا حلمبوحات، وحشتوني وبتوحشوني وهتوحشوني، وربنا يخليكوا ليا، ربنا يخليكوا ليا ومش يحرميناني منكم ابدا. واتمنى ان شاء الله الناس اللي بتحبني وبتثق في وصفياتي تجرب حمام الكريم الكافيار ده من زبالة البامية. It's amazing. ده لوحده ممكن يعني خليها بعدين، ممكن بالليل ولا حاجة، لاني دلوقتي عايزة اعمل شوية رز جنب البامية بتاعتي واكل. باي باي يا حبيبي، نورتوني وشرفتوني. Thank you.